خرجنا انا ودي كوبين لواحد الريستورون ناكلو، مع الدخله جا عندنا سيكوريتي قال لينا واش مريزيرفيين. قلت ليه لا، حنا زعما سيتي با بريفي، ما مريزيرفيينش، جينا غير باش ناكلو. دخل على اساس غيسول على لا ريزيرفاسيون واش سي اوبليغاتوار ولا اون بو زعما اكسيد. عاود خرج عندي ويقول لي مسكين لاختي صراحه راه لي فون فوالي انترديت يدخلوا. الناس اللي محتاجبين في بلد اسلامي، في بلد ديمقراطيه اللي كل واحد عنده الحريه ديال الاختيار انه يكون كيف ما بغى يكون، كيف ما حنا كنحترموا اللي بغى يتعرى ولا اللي بغى يدير شي حاجه حياته. هذيك ريستورون ما هو بواط دو نوي، ما هو ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم ريستورون. مشيت لاوروبا ما خليت فين، مشيت دخلت لدي ريستورون كبارين على برا نصارى كيحترموك وكيحترموا الخصوصيه ديالك، انك داير الدره ولا ما دايرش الدره ولا شغلك هذاك، ما كاينش اللي كيقلل منك، ما كاينش اللي كيقلل من الاحترام ديالك. طلع لي الدم ما نكذبش عليكم، ما حملتش راسي، سي اونتو، حاجه كتحشم. وموقع حطونا فيه لا نحسد عليه في الباب ديال الريستورون، الناس كيشوفوا.